مش ممكن عايزه تبيع، عايزه 5 جنيه كده. ما شاء الله، ده عامل كام يوم يا عبد الله؟ 70. المتر بتاعه 70، ما شاء الله. ده كافيار؟ لا ده بيج. بيج كافيار بيج بس في درجات. حلو قوي ده سواري النهارده ما شاء الله. ده كله فين؟ عند ام عبد الله. جايبه شويه شغل حلو قوي. مبروكين على اللي خدتهم. العبالي دي كلها حسبالك. اه وريني الكشمير اللي عندك ده كده. نزلي الاسم ده كده يا عبد الله. لا ده وريني الاسود ده. هنا 3.5 وهنا 2. شايفين الاسود ده المتر بتاعه 70 جنيه. اللي فيها الغلطه ده كشمير حلو قوي. ده 3 وقلنا 3 ده خلاص يعني. حاجه ثانيه بالشنطه. ده كشمير حلو قوي. شايفين الكشمير ده المتر بتاعه. لا مش بتاعه. القماش الكشمير والموف بتاعه جميل. ده المتر بتاعه ب70 جنيه زي ما انتم شايفين. الاشكال ده تحفه على فكره. القماش ده سعره بره غالي. في كان عندها الموف وفي الابيض وفي الاسود وفي الازرق. كانت في الوانات كتير ما شاء الله. بس مبروك على اللي خدتهم. جت خدت كميه منها. في ناس بتحب تاخد وتشيل وناس بتحب تفصل. يعني ناس بتفصل وتبيعهم يعني. ربنا يوسع الناس كلها زي ما انتم شايفين الاشكال. كان عندها شويه شغل حلو اول الاسبوع ده. ده عبد الله ده 60؟ ماشي ب60 ولا انا اللي بعمل يعني؟ ده المتر بتاعه ب60 جنيه. متر بقى على طول. حلو قوي. المتر ونص والثلاثة ونص. احسبي ال 5 متر ب70. المتر ب60. ما انا بعمل كده. 5 ونص. طب ده بكام يا عبد الله؟ وفي حته فريدي لي ده كده وانت قاعده تعملها على الستان مثل السرير. حلو قوي ده. شايفين الشغل ما شاء الله جميله. حلو قوي. 375 اه اللي هي ما شاء الله. وده كلها الوانات. ده بيبقى كام؟ 4.5 جميله. يوريها 5 متر. دي 3.5. حلوه قوي. يبقى 5 متر. حلوه قوي دي. انا هشوفها واشوفها ولا يا عبد الله. عبد الله 30. المتر ده بكام؟ ده بكام؟ الاباليك بتاعك ده ب70 والاخضر اللي جنبه ب70. وريني كده رجلك دي كده. دي جميله برضه. دي جميله ما شاء الله. بكام دي يا عبد الله؟ 70 ولا ب60؟ ماشي انا هجيب لك من تحت. ها 70 ولا ب60؟ 70. لونه فستق يا ماما. حلوه قوي ده ما شاء الله. شايفين الشكل ده كلها اشكال سواري. المتر بتاعها ب70 جنيه. دي جميله قوي. ورينا طيب يا عبد الله. عبد الله وريك الكشمير اللي وراك ده. كشمير الوردي دي احلى واحلى. بصي بقى دي حلوه قوي. دي جميله جدا. ما بيقعش ده. ما بيقعش لان ده شغل يدوي. بس انا واخده منها. لا معمول بكباسين. مكان مكان. اه ده جميل ما بيقعش. انا واخده منه. واخده منها وعامله زي حلوه قوي. حلوه قوي ما شاء الله. شايفين الشكل ده. اس اللي في ده 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 ب60 ولا ب70 اللي في ايدك يا عبد الله؟ والله العظيم ده مش متر. عبد الله عشان ده مش متر يا عبد الله. 60 ولا 70 اللي في ايدك ده؟ 70. وده كمان 70. في منه الاسود. الاسود وراها تحفه. النهارده جالك اخر النهار. حلوه قوي دي جميله. شايفين القماشه دي يا بنات؟ المتر بتاعها ب70 جنيه. حلوه حلوه قوي الشكل. لا لا خليها لي جنبك انا. ماشي والله الجمال ده. جايبه شويه حاجات حلوه قوي. بصورها اللي هي الكحل دي. دي كلها جبرات اهي. بكام ده يا عبد الله المتر؟ ها؟ الجبر ده بكام يا عبد الله؟ ده بكام؟ ده ب10؟ اي حاجه هنا ب10. الجبرات ديت شايفين الشكل بتاعها ما شاء الله ب10 جنيه. حلوه قوي ده. وده كمان ب10 جنيه. بقول لك الموف اللي قدامها دي اباليك. دي ب5 صح يا عبد الله؟ عبد الله دي ب5؟ دي ب5 صح؟ اه ما تردش. هي ب5. ام عبد الله فين اللي انت ما شاء الله يا ام عبد الله؟ ايه الاشكال دي جايبه النهارده الشتاء؟ معلش يا فلان حاسبه شنطتي بس. ايه يا ام عبد الله؟ عبد الله ده بكام؟ 8.5. الجبر ده ب8.5. ده لو تاخديه وتعملي منه مفارش انتريت حاطه على الحرف كده يبقى تحفه. المتر بتاعه ب8.5. جايبه ان شاء الله ما شاء الله. عبد الله افرد لي والنبي يا عبد الله اللي جنبك الابيض ده كده. طب وهي ب 4 جنيه فين يا ام عبد الله؟ ولو طلعتك ما تخافيش. نزلي ايدك شويه عشان ما اجيبكيش. طب ممكن تردي عليا عشان اشوف. بكام؟ 35 بدل 40. ايوه ام عبد الله.
بكم المتر يا ابو عبد الله؟ ب70. حلوه. متر ب170. متر ب70. اه دي الوان. بكم ده يا عبد الله؟ 170. 170 ايه بقى؟ 70 جنيه. ب70 المتر بتاعه ب70. بيحب يهزر ابو عبد الله. يا عبد الله بكم ده؟ 30. ب70. اه المتر ده ب70 جنيه ما شاء الله. عندها تشكيله حلوه قوي النهارده. شايفين الاشكال دي كلها اهي، شايفين الحاجات دي، والفش كمان حلو والكشمير. لا لو عجبكم الفيديو ما تنسونوش باللايك والشير. لو اول مره تشوفي قناتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. حلو قوي. نعم. اه حلو قوي الالوان ما شاء الله. انا عصافير من هنا؟ قال لي لا ما فيش هنا عصافير. لا بس ممكن يكون كان في الوكاله. لا ده بعيد مش هنا. اول الالوانات دي ما شاء الله كانت جايبه شغل حلو قوي النهارده يوم يوم الثلاث. كان في الوانات كتير من القماش السواري، كان متر ب70 جنيه. القماشه البيضة دي بتقول ب70، بس هي تمشي معاكي. ممكن تعملها مفرش سفره تبقى حلوه، ولو تاخدي جبرات من اللي عندها تتحط على الحرف تبقى. وفي ناس بتاخدها تعملها فستان، يعني كل واحد بيفكر فيها ايه بالطريقه اللي هي تعجبه. يعني هي كل اسبوع بتنزل شغل جديد ما شاء الله. التشكيله اللي عندها حلوه قوي، وكانت جايبه الوانات تحفه، كان الكشمير والاحمر والازرق، وكان في اسود، وكان في اللبني. شايفين الجبرات ما شاء الله تحفه. كان عندها شويه جبرات جميله ما شاء الله، هي جايبه شغل شويه شغل حلوين. ما شاء الله. طيب حلو قوي الاشكال دي تحفه. بكام اللبني ده يا عبد الله؟ ده بكام عبد الله؟ ده بكام؟ ده ب 10 ولا ب 15؟ قولي. ما عارفه قست ايه. ب 10 جنيه يا حاجه. الاثنين ب 15. ده ب 15. شايفين الشكل بتاعها تحفه. اثنين حلوه قوي دي، جميله ما شاء الله. هي مش صعبه ولا حاجه والله، دي بتتباع رخيصه قوي. جميله. شايفين الاشكال تحفه. قصت من اول جنيه لحد 7 جنيه، واللي هي الكولا في الشريط اللي بنحط على الكارد انها قالت ب5 جنيه، وفي حاجات التلاته ب10. بصراحه جايبه تشكيله حلوه، تبقى معاها الاسبوع اللي جاي، وهتروح بيها يوم السوق الحد. وفي عريض وفي رفيع. والالوان كلها كان طالب يسأل. في ناس كانت طالبه لون اصفر، اهو الاصفر كتير، وفي برتقاني، وفي اللي هي بتاعت الجواكت الجامده، وفي بتاعت الفساتين. جميع انواع السوست اهي، حاجات نظيفه يعني، مش حاجات اي كلام، مش بلاستيك، كلها حاجات نظيفه اهي. استعرضها دي. في كمان لو حد عايز منها جرارات، في جرارات اهي. السوسته شكلها شيك وشكلها حلو قوي. الجرارات دي بلاستيك، هي كبيره بس بلاستيك اهي. دي جرارات برضه حديد بس جميله اهي. في الكبير وفي الصغير. في جرارات سودا في حاجة زي كده، نظام شريط اللي بتحط على الكارد ده. في منه الأسود، في منه الأسود ده، الأسود على نوعين يعني، نوع في نوع سادة ونوع رمادي في أسود. عامل زي جلد التعبان، وفيه ورد زي ده اهو، كاس ورد، في حاجة زي كده، نظام في النص في ترتر اهو، بيكون واضح بس اهو، حاجة زي دي تطلع من السفرة بتاعت الجلابية بتاعت البيبي، سفرة تتركب على الجلابية البيضة، في برضه زي ده. في أباليك، في حاجة زي كده، دي نظام سفرة، في حاجة زي كده.
بس يا جماعه دي بقى البتور المتر بتاعها ب10 جنيه الواحد ب10 جنيه ولو هتاخد اتنين يبقى ب15. بصراحه عندها تشكيله حلوه زي ما انتم شايفين كده. الحاجات دي لسه جديده ان شاء الله هتبقى معاها التلات اللي جاي وهتروح بقى سوق الحد. بس ودي بيج في كشمير يا اكيد واضحه عندكم في الفيديو. ودي كشمير في بيج والله في الحقيقه شكلها جميل قوي والله. بصوا ودي اوف وايت في زهري ودي زيتي ودي كشمير في ذهبي ودي لبني اللي هو اللون الفاتح ودي تركواز. جميع الوان الفرنش وفي في الوان تانية بس انا ما صورتهاش. وبكره ان شاء الله اكلم عمر عدينا وجبت سوارهات هصورها لكم. وفي لون تاني جميل اوي اهو المنسى اهو شكله حلو حاجات طالعه موضه ومش غالي والله. المتر ب10 جنيه واللي هتاخد اتنين ب15 ومحدش هيديلكوا بالسعر ده غير انا. ويلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.